ظهرا مو؟ ظهرا عيني. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسف للتاخير. اشكال بالانترنت مده ساعه تقريبا نحاول انا والدكتور سلام، يا الله استوى بدا يشتغل. فموضوعنا ومحاضرتنا لهذا اليوم نحاول نختصر لكم اياه ما نتعبكم وقت متاخر، هو acute kidney injury. It's a very important subject. نتعرض له بشكل كبير as a doctor سواء post graduate as a rotator or specialty أو subspecialty field، كلها تعرض in many cases of acute renal impairment أو acute kidney injury. الكدني receive طبعا تعرفون organ مهم جدا الكدني in the body. Receive about a quarter of the cardiac output. It is one of the two major excretory organs, اضافة للليفر. As such, the kidney is subject to insult from any reduction perfusion as well as from direct toxic effect on the kidney can affect in this function or multiple functions of the kidney. Approximately 7% of hospitalized patients نشوف عندهم some sort of the renal acute renal impairment or temporary renal impairment. So the acute kidney injury in general defined as a decline in the glomerular filtration rate that occurs during a period of short period or acute period, بين قوسين less than 2 weeks. The decline in the GFR is currently measured by an increase in the serum creatinine. طبعا هذا مو definite measure اللي هو الكرياتينين بشكل عام. It is not ideal marker بس هو لان easy سهل الاستعمال ممكن نستعمله كيعطينا clue about renal function. طلاب جاي يسمعون، حيدر جاي يسمع، تسمع واضح الصوت؟ اي دكتور صوت واضح. اوكي بالمحاضره هاي السلايدين، هذا السلايد والسلايد اللي بعده، المحاضره اللي بديتكم اياها التو جايد لاينز، خليت بين تو جايد لاينز. بصراحه من شفت الموضوع احتمال صعب عليكم فقللت من الموضوع، شلت الجايد لاينز الاول واحتفظت بس بالجايد لاينز الثاني اللي عندكم بالورك جروبز. فراح تشوفون اكو اختلاف بهاي المحاضره بهذا السلايد بالذات. هذا السلايد شلته، كان اكو سلايد قبل هم اكو ديفينيشن، شلون هذا الديفينيشن مال اكيوت رينال انجري نفسيته كان موجود هنا بهذا السلايد، هم اكو ديفينيشن اوف ذا اكيوت رينال انجري جايد لاين ثاني، اكو اختلاف بسيط بيناتهم. فحلمود اسهل الامور عليكم ما تعبكم بتو ايديا وتو اوبينيونز او خلينا نقول تو ديفينيشنز بين اختلاف بسيط ثبتت على ديفينيشن واحد اللي هو هذا. So the definitions of acute renal injury هو according to this following points. يعني المريض اللي عنده أي واحدة من ذني يعتبر طابه ب acute renal shutdown أو acute renal injury. سواء elevation in نقطة الأولى elevation in serum creatinine of 26 micromole per liter or more within very short period حوالي 2 days 48 ساعة، هذا يعتبر acute renal shutdown. أو بعد شنو هذه الصفه من صفات الاكيوت رينال امبيرمنت، فاي صفه من ذن الصفات الاربعه القاها عند المريض احكم عليه انه اكيوت رينال انجري. واضحه الفكره؟ اوكي. الصفه الثانيه اللي ممكن القاها مو صفه، اللي القى صفه اخرى. يس. حتى ليش خلصت ممكن تطلع لي المحاضره هاي حتى ما يستاهل صوتي قطع. هي هاي المحاضرة بيها فرق سلايد، هذا السلايد، هذا السلايد صوتي قطع ما سمعت بشكل عام. هذا السلايد يعني وصل السلايد، وصل السلايد صوتي قطع. هو ماشي، انا المحاضرة اللي بالتعديل راح ادزها، هي تعديل بسيط مجرد سلايد واحد انشال من بفد ديفينيشن، بقينا لكم ديفينيشن واضح، احنا مش شابهات لكن اختلاف بسيط. على العموم نبقى على هذا اللي راح ادزه اخر شيء. 50% of greater rise in the serum creatinine known to person to have occurred within past 1 week. او المريض عنده decrease in the urine output، decrease in the urine output less than half cc per kg per hour for more than 6 hours in adult or more than 8 hours in children and young people. او احتمال اخر او صفه اخرى، المريض عنده reduction in GFR حوالي 25% or more in children and young people within the previous week. يعني خلال الاسبوع دخل المستشفى او بالبيت اذا كنا حاسبين الجي اف ار مالته 90
خلينا نقول او 100 حاسبين راح نشوف من يصير رينال شت داون يصير خلينا نقول 70 نزل 30%, وهذا يعبر 25% من الجي اف ار. هذا يعتبر اكيوت رينال ديتيريوريشن, اكيوت رينال شت داون, لانه وذن ايش قد صار هذا الديتيريوريشن بالجي اف ار خلال اقل من اسبوع او خلال الاسبوع الفائت. فاي صفه من ذن الصفات الاربعه موجوده يعتبر المريض definition of acute renal injury. Severity. هذا stage 1, stage 2, stage 3. According to the creatinine, severity of the acute renal injury or acute kidney injury. So the acute kidney injury is therefore an acute changes, مثل ما قلنا, acute changes in the renal function. In comparison to chronic kidney disease أو injury اللي يصير فترة طويلة GFR ينزل والرينال function تنزل خلال فترة أشهر أو حتى سنين, in which the GFR reduction and impairment occurs over prolonged period, months to years. Acute kidney injury may be oliguric or even non-oliguric. Acute renal impairment ممكن يكون output normal أو reduced. الأوليغوريشن هي decrease urine output per day less than half liter, أقل من 500 سي سي من urine output per day or per hour less than 20 سي سي of urine per hour. أما الأنيوريا هي less than 100 سي سي of urine per day. هذا الأنيوريا, usually indicate a severe damage of the kidney and blockage of urine flow. Very severe damage to the kidneys and is less common form of acute kidney injury. Most acute kidney injury might be normal, non-oliguric or oliguric, anuric rare or less common form of acute kidney injury. اليوريميا شنو؟ اليوريميا مجموعة من السيمتومز والساينز اللي يصير للمريض اللي عنده acute أو chronic kidney injury أو failure. This results in the lack secretory as well as excretory function of the kidneys. طبعا بشكل عام الاكيوت كيدني انجري والاكيوت كيدني ديزيز هي 3 كاتيجوري او 3 كلاسز, كلاسيفايد انتو 3 كلاسز, رينال, انترا رينال او رينال, وبوست رينال اكيوت رينال انجري. According to underlying causes, طبعا حسب الاسباب مالتها. إذن الأكيوت رينال إنجري classified according to their causes into pre-renal acute renal injury, renal acute renal injury, وpost-renal acute renal injury. وكل واحدة عندها underlying causes. Pre-renal المشكلة بالperfusion of kidney reduced أو suppression صار بي, سواء بسبب blood loss, bleeding, لأي سبب, severe bleeding, dehydration, vascular injury أو occlusion, sepsis, cardiac failure, pump failure, يعني ما توصل blood to the kidney وبالتالي يصير عندي perfusion disorder. Renal intra-renal disorder مثل toxic material, glomerular inflammation بين قوسين glomerular nephritis, small vessel vasculitis, acute tubular necrosis, whatever the cause, toxin, drug, prolonged hypotension, المهم صار عندي acute tubular necrosis, tubular damage. Interstitium of the kidney damage and inflammation, interstitial nephritis أقصد به, وهذا قد يكون أيضا drugs, toxins, parasitol وغيره, toxin material, toxic materials, inflammatory disease, infection, ممكن كنا نسوي interstitial damage and inflammation ما يسمى بالinterstitial nephritis. Post renal causes مثل من؟ مثل renal stone, تجي لليورثرا, السد لليورثرا ويسوي لي post renal acute renal damage. إذن رينال ستون, ريتروبرتونيال فايبروزيس, بناين بروستيت, تسد لي اليوريثرال بالميل طبعا, سيرفايكال كانسر بالفيميل وايضا ممكن تسد لي اليورين اوتبوت, يوريثرال ستركتشر فالز, ميتال ستينوسيس اند فايموسيس ان ميل. فراح نحكي على كل نوع من انواع الاكيوت رينال دامج. النوع الاول وهو الموست كومن وان, بري رينال اكيوت رينال انجري, is defined as a decreased renal perfusion. This is a common and has several causes. The kidney is an auto-regulated organ that maintain
consistency of blood flow by the change in the vasoconstriction and dilatation of their vessels over a wide range of blood pressures. فكل واحد من عندنا ضغطه ممكن يهبط ممكن يتعرق ممكن يصير عنده اسهال بسيط هايبوفوليميا بسيطه والعكس صحيح اوفرلود وغيرها فممكن الكدني توازن الموضوع مع اذر باراميتر اخذناها يمكن بالمحاضره الاولى توازن الموضوع ولكن في حالات خطره جدا سيفير ديهايدريشن بعد الكدني ايش قد ما تحاول تسوي اوتو ريجوليشن ما تلحق وبالتالي يبدي البريفيوشن يقل الكدني وبالتالي تبدا الكدني تطب باكيوت رينال شت داون وتبدي بخانه البري رينال اكيوت رينال انجري however blood pressure falls beneath the threshold level the kidney is unable to maintain blood flow and the GFR start to decline it's important to note that the kidneys themselves are not yet impaired with pre renal acute renal injury it's usually reversible they are just unable to maintain the blood flow and hence GFR will be reduced because kidney injury has not yet occurred pre renal failure is reversible but if remain without correction يتحول الى intrarenal وممكن يتحول الى irreversible لكن بخانة البريرينال اذا صلحنا البيرفيوجن لاي سبب صلحنا الاندرلاين كوز تشوف الامور ترجع ويصير reversible in renal reversible correction of the renal function if the underlying cause corrected quickly in a proper time النوع الثاني الانترنسيك او الانترارينال acute renal injury If a pre-renal acute renal injury not identified and treated quickly, properly, the kidney cells تبدي شوية شوية يقل عندها الأكسجين supply وشوية شوية يصير بيها damage. The cell with highest metabolic requirement, renal cells, بحد ذاته تحتاج أكسجين, تحتاج metabolic requirement كلش عالية عندها. And those in the area that are less well perfused are particularly التيوبيول اول منطقه تتحسس للهايبوبرفيوجن للكدني هي منطقه التيوبيول لذلك يبدي يصير بها ما يسمى بالاكيوت تيوبولار نيكروزس وان كان التسميه مو كلها صحيحه لان يقول لك الخليه تعاني ولكن بالبدايه ما يصير بها نيكروزس بشكل كامل لكن مشت التسميه اول منطقه تعاني من الهايبوبرفيوجن هي التيوبيول والبريرينال اكيوت كيدني انجري از سستيند فور لونج بيريد اذا بقى فتره كافيه يبدي باكيوت ما يسمى بالاكيوت تيوبولار نيكروزس وهو التسميه بها خطا بسيط لكن مشت although this is مثل ما قلنا مس نومر as the cells often don't عاده ما تموت نهائيا don't necrose completely they do however get damaged and stop working This is by far the commonest cause of acute kidney injury. Ya huwa the pre-renal cause or causes مثل ما شفنا. 85% of acute kidney injury results from pre-renal causes مثل ما اتفقنا وما يلحقه من acute ما سميناه acute tubular necrosis. It is usually difficult to establish exactly when pre-renal acute kidney injury شو وقت يبدي الدمج بالrenal cells وش وقت يطب بخانة الأكيوت تيوبولار نيكروز هاي الفاصل وهاي المنطقة شوية ضبابية ورمادية وغير واضحة There are also other types of renal cellular damage that result in acute kidney injury أسباب أخرى غير البريرينال كوز مثل الانفلاميشن قلنا الفاسكولايتس قلنا التوكسين قلنا الانفكشن قلنا الدراجز وهكذا فإذا الانترارينال أو الرينال كوز of acute renal injury احنا قلنا اكو pre-renal most common type وقلنا intra-renal وقلنا post-renal موضوعنا اللي حكينا قبل شويه موضوع الانترارينال form of acute renal injury وقلنا الانترارينال اهم سبب من اسبابه هو pre-renal نفسيته اذا ما صلح يبدي يتحول الى intra-renal cells damage وخاصه يبدي بالtubular cells اول خلايا تبدي تتاثر بالhyperperfusion اكو اسباب اخرى نعم اكو اسباب اخرى غير pre-renal cause قد يكون التهاب مباشر بالانترستيشن ما يسمى بالاكيوت انترستيشن نفرايتس قد يكون التهاب بالجلوميرولاي ما يسمى بالجلوميرولونفرايتس او قد يكون دمج بالتيوبولار سيلز اللي هي كلش حساسه واول خلايا الكدني اللي تتحسس للهايبوبرفيوجن ممكن يكون اكيوت تيوبولار نكروسيس او ما يسمى بالاكيوت تيوبولار نكروسيس واللي يكون اما هايبوبرفيوجن وسكيميا او دايركت دمج باي توكسينز less commonly
بوسترينال السبب الأخير تقريباً أكثر شيء سيرجري جراحي يحتاج يوروسيرجن بالموضوع أغلب الأحيان يحتاج يعني مو مديسن أبو الفيزيشن بشكل عام ممكن يفيدنا بالدايجنوزيس يعني نشارك الموضوع بس بالدايجنوزيس بالإيرلي ستيجز من يجينا المريض لكن ليترون لازم يوروسيرجن يتدخل على مود يشيل هالأوبستراكشن ويصلح موضوع as much as quick as possible بأسرع وقت ممكن Post renal disease indicates an obstruction to urine flow after urine has left the tubules. It is account for approximately small percent of acute kidney injury, حوالي 5-10%. The obstruction can occur primarily at the tree of anatomical site. حكينا باليورين منين يطلع اليورين الكدني باليوريتر باليورينال بلادر لليوريثرا وهكذا. الموضوع الأخير هو الـ treatment of acute kidney injury. Treatment will be dictated by the cause of acute kidney injury. Quick detection, the most important point, the vital point بالـ treatment مال acute kidney injury هو الـ early diagnosis. نقطة الثانية early detection of underlying cause, very important. بعدين نبدأ نصلح الـ condition. General condition ونصلح الـ underlying cause of acute kidney injury. With the pre-renal failure, for example, restoration of the renal perfusion is the most important point in treatment, is a key point by correction of the volume and perfusion of the kidney. For example, pump failure, مريض عنده heart failure. فهنا المريض يحتاج مجرد correction of the heart failure by, for example, diuretics. يصلح الهارت فيلر تشوف البريفيوجن مال كدني يصلح او اذا المريض هايبوفوليميا بليدنج لوس نطي بلاد ترانسفيوجن هايبوفوليميا بسبب فوميتنج او دياريا او سيفير ديهايدريشن نطي فلويد ادمنستريشن وهكذا اكوردنج تو اندرلاين كوز اف ذير از يورينري تراكت اوبستراكشن هنا يوروسيرجن كلش مهم يسوي انترفينشن ويسوي لي ريستابليش يورين فلو ويصلح لي الاوبستراكشن ويطلع يورين اوت وتتحسن تنتهي الموضوع او يتحسن الاكوت كدني انجري Intrarenal cause, شلون نصلحها؟ إذا acute tubular necrosis is established, recovery can take several weeks. هنا الموضوع قد يطول. والتريتمنت is supportive and correction of underlying cause. مثلا واحد درج ياخذ توكسيك درج، لازم أشيل هذا الدرج. أصلح وأستعمل أدوية أخرى، not nephrotoxic. واحد عنده severe hyperperfusion prerenal، لازم أصلح البريرينال أوتوماتيكين لبلس سبلاي يتحسن للكدني وأتوقع يتحسن الacute tubular necrosis. واحد عنده انفكشن اصلح الانفكشن بسيوتبل انتيبايوتيك ما يؤذي الكدني ويصلح للانفكشن بالجسم وبالتالي تتصلح امور الرينال اكيوت رينال انجري This mean maintaining good kidney perfusion avoiding nephrotoxic agent مثل الدراجز مثل الكونتراست راديو اكتيف ايجنت avoidance of some solutes مثل البوتاسيوم والفوسفورس ونيوتريشنال سبورت بروبر نيوتريشنال سبورت الدياليسيز بأي حالة من الحالات الكيدني فيلر أو الكيدني انجري سواء الأكيوت والكرونيك بنحاول بالمحاضرة الجاية نعطيكم تفصيلات أكثر للإنديكيشن أوف دياليسيز بالأكيوت وبالكرونيك رينال انجري فلازم بأي مريض عنده أكيوت رينال انجري ممكن أحتاج ما يسمى بالعامية غسل الكلى شائع عن دكتور يحتاج غسل أو دكتور أو تقول له يحتاج لغسل عملية الغسل نقصد بها الدياليس فأي مريض with acute kidney injury أو حتى المرضى الكرونيك كدني انجري أو فيلر قد في أي لحظة من اللحظات وفي أي مرحلة من المراحل أحتاج غسل سموه غسل الكلى أو سموه الدياليس نحتاجه cannot walk الكدني cannot walk adequately من ناحية الـ multiple functions of the kidney
آخر سلايدين. هنا آخر سلايدين يحشين على الدياليسز أعتقد، على الدياليسز كانن حشين على indication of dialysis. قاعد تظهر عندكم السلايدات. هنا آخر سلايدين. تريتمنت هنا السلايدات الثلاثة الأخيرة هو التريتمنت أوف أكيوت كيدني إنجري. أهم شيء إنه شخصنا النقطة مهمة، شخصنا المريض عنده أكيوت كيدني إنجري. النقطة الثانية والمهمة جدا والكي يعتبر للعلاج، هو المفتاح الرئيسي بالعلاج، هو أن تعرف الأندرلاين كوز أوف ذيس أكيوت كيدني إنجري دراج، حتى توخر الدراج وتصلح الكيدني. هايبر بيريفيوجن تصلح البيريفيوجن. هل هو انترارينال؟ هل هو بوست رينال؟ ستون وحاشرة باليوريثرا وسادة اليورين أوتبوت والمريض ما يطلع إدرار ومسوي عدي بوست رينال اكيوت رينال انجري، هم تروح لابليورو سيرجن تدز على دكتور سلام يا معود هذا عنده يورين ريتينشن بسوي عنده مشكله، دكتور سلام يتصرف يحط له فولي سوبرا بيوبيك بانكشر يسوي له فد ميثود بحيث يوخر لي الاوبستراكشن، هم تصلح الامور. فايل تريتمنت اكوردنج تو اندرلاين كوز. هذا السلايد الاول. السلايد اللي بعده بعض يعني نفس الشيء جاي احكي لك الاندرلاين كوز اذا كان انترا رينال شو تسوي؟ متوخر الدراج الموزي النفروتوكسيك دراج توخره، نفروتوكسيك ماتريال توخرها او تصلح الموضوع، الكترولايت ديستربنس تصلحها، كل هذه الحالات بعض الاحيان يفشل الميديكال تريتمنت البسيطه للمريض اللي عنده اكيوت رينال انجري ويجيك بكومبليكيشنز، ايش قد ما تسوي ميديكال سمبل ميديكال تريتمنت ما تصلحها. هذا الوقت نسمي هذا المريض with resistant acute kidney injury كان not corrected by the medical treatment. وقت ما عدي انتظر التصليح لان المريض طبب يوريميك انكفالوباثي او المريض صار عنده complications severe hyperkalemia pericarditis severe metabolic acidosis كان not corrected by just sodium bicarb medication. كل هاي serious resistant complications اللي ما اقدر انتظره خطرة جدا، لازم اقول العلاج اصبح خانة الدياليسز، عملية غسل ما يسمى بغسل الكلى أو الدياليسز بأنواعها المختلفة سواء البريتونيال أو الهيموداياليسز أو غيرها من النقاط اللي بالمحاضرة نحكي. هذا العلاج الأخير للأكيوت رينال شت داون هو الدياليسز، النقطة الأخيرة الدياليسز. الدايت هاي واجب بيتي عندكم، الدايت إن بيشنت والأكيوت كيدني إنجري واضح؟ اوكي نبدا بحل الاسئله. عندنا هسه نحاول نشوفن. Woman is admitted to the medical. عندكم هسه طلعتوا الاسئله؟ طلعت الأسئلة عندكم؟ لا لا أنتم طلعوها عندكم، مو عندكم الأسئلة لو ما عندكم؟ أي أوكي أي طلعوها 78 years هذا الـ old women صفحة ذات تبدون أعطيكم الصفحة 44 صفحة 44 على ما أعتقد. acute kidney injury okay نبدي بالحل. Okay, 70 years old woman is admitted to the medical admission unit with 3 days history of nausea. إذا المريضة عندها
مريضة كبيرة بالعمر طبعا عمرها 78 سنة مهم هاي النقطة old age female عدة 3 أيام 3 days history of nausea vomiting diarrhea she complain of feeling very dizzy on standing and is still nauseated she has past medical history of ischemic heart disease including previous myocardial infarction يعني كذلك عندها heart failure current medication aspirin ramipril تاخذ بيسبرولول بيتا بلوكر diuretic loop diuretic furosemide spironolactone aldosterone antagonist diuretics on examination she is apyrexial pulse is 62 beat per minute blood pressure is borderline and hypotension بشكل عام on sitting شوف من وقفه المريضة وقاسه وضغطها بعد دقيقة very low اكثر من 10 على 20 reduction severe reduction خاصة بالسيستول وهذا كله يدل على postural hypotension. JVB is not visible. Her sound, heart sound and chest is clear. She has mild edema on her ankles and the skin of her lower legs appear wrinkled. يعني مجعد, حيل مجعد. She has passed 45 cc urine in the last 8 hours. وهذا شيء قليل يعني 45 cc أقل 20 cc بالساعة. حتى أقل من 10 فهي أوليجيوريا يعني 45 بثمان ساعات 45 سي سي يعني بالساعة الوحدة تطلع قد 5 5 في 8 5 يعني 6 سي سيات تقريبا بالضبط 6 سي سيات بالساعة وهذا very low urine output it is oliguric سوى لها investigation sodium is low hyponatremia potassium is normal urea is raised severely raised blood urea severely raised serum creatinine زين قبل عندنا كرياتين جابه وياها تحليل قديمه واهلها جايبين وياها قبل 3 شهور مسوي الكرياتينين was normal ما بي شيء اذن هاي نيو انسلت الرينال امبيرمنت مو قديمه طبعا هاي من النقاط المهمه انه المريض يحتفظ بالتحاليل مالته القديمه والجديده حتى لو حتى يصير عنده فد جايد لاين للطبيب انه يعرف هل هو نيو انسلت هسه من هذا الهستر اعرف المريضه شنو عندها postural hypotension after hypovolemia بسبب الدياريا والفوميتنج وهي بوردر لاين اساسا عندها هايبرتنشن عندها هارت فيلر وعندها سكيميا واولد ايج فالكدني ما تحملت هاي الدياريا والفوميتنج والديهايدريشن فتاثرت الكدني بسرعه وصار عندها اوليجوريك اكيوت رينال شت داون او اكيوت رينال انجري قبل ما كان عندها مشكله بالكدني لكن هاي مشكله النوزيا والفوميتنج والدياريا والديهايدريشن وهي اولد ايج ما تحملت وصار عندها اكيوت رينال شت داون هذا الهيستوري اللي عرفناه من الكيس فالسؤال الأول يقول what is the most likely cause of acute renal injury شنو the most likely causes of acute renal injury طبعا the most likely cause هو pre-renal acute renal injury pre-renal خانة pre-renal من الهستري من الانفستيجيشن الموجودة من الباست ميديكال هستري اللي عند المريضة هي هايبوفوليميا وهي هارت فيلر أساسا عندها بومب فيلر والدورة جتها عملية ديهايدريشن يعني مشكلة الهارت مالته ما يضخ بشكل جيد وصار عندها هايبوفوليميا ذني أدى إلى أنه يتعب الرينال بيريفيوجن وصار عندها بريرينال أكيوت رينال شتداون إذن هارت فيلر على رأس القائمة العوامل الأخرى هي الديهايدريشن بسبب الدياريا والفوميتنج العوامل الأخرى استعمالها للنون سترويدال للدرجز بشكل عام سواء اللي تستعملها النون سترويدال يأثر ضد البروستاغلاندين وشرحنا سابقا تاثيره على الفازودايليتيشن مال الكدني ويسوي لي فازو كونستركشن بسبب نقصان البروستاغلاندين الرامبريل نفس الشيء هم يسوي لي فازو كونستركشن ويقلل من الفازودايليتيشن الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيترز الرامبريل وغيره سواء ريسبتر بلوكر او هذا اللي تستعمله المريضه هذا الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر يؤدي لي الى فازو دايليتيشن اوف افرنت ارتريولز واحنا نعرف انه الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر تقلل من الرينال بيريفيوجن تقلل من الرينال بيريفيوجن تقلل من الجي اف ار في حالات معينه تقلل اذا عندك هايبوفوليميا انت تحتاج انه الافرنت ارتريول يصير فازو كونستركشن ليش اذا تنتبهون وياي لان هو شريان داخل للكدني او ارتريول شرايين او ارتريولز
داخل للكدني within the glomerulus وارتريول طالع من الكدني اللي هو الافرنت ارتريول. بحالة الهايبوبوريفيوجين الكدني شنو الموديفيكيشن اللي تسوي؟ الموديفيكيشن اللي تسوي تسوي فازا بوجود الانجيوتنسين تور الكدني تقوم تشتغل على الافرنت ارتريول تسوي لهم فازا كونستركشن وتعيف الافرنت فيصير تحاول تزيد البلد سبلاي تو ذا كدني وتقلل من الليك اوف بلاد فروم ذا كدني على مود يصير عندي الدم واصل للكدني اكثر ووقت اكثر على ما يصير له فلتريشن وبالتالي جي اف ار قدر الامكان تحافظ عليه وذ النورمال. ان يصير عندك loss of this compensatory mechanism because of use of angiotensin converting enzyme inhibitor drug like ramipril راح يصير precipitation of acute renal injury. السؤال الأول خلاص اكو احد عنده تعقيب شويه بدقه بتفكير الموضوع. اوكي السؤال الثاني يقول البولس ريت مالتها ما متوقعه هالقد. اي واحد منكم يقول دكتور هاي هايبوفوليميا هايبوفوليميا بوستشرال هايبوتنشن اي واحد من عندنا المفروض يصير تكيكارديا ليش هاي المريضه الهارت ريت مالتها 60 ما صار تكيكارديا او على الاقل يصير زياده بي؟ السبب هو الدراج اللي تستعمل اعتقد بيتا بلوكر. يس بيتا بلوكر ياثر لنا على الموضوع. السؤال الثالث وي بابا لحد الان جاي تسمعون الصوت واضح؟ من وياي العفو اسمك؟ مصطفى شنو؟ جيد مصطفى محمد ممتاز زين. فحاول امشي شوي اسرع انتم استوقفوني اذا صارت نقطه ما واضحه. ليش امشي اسرع؟ لان اسئله مهمه وعددهن هواي نحاول نغطيهم كنا لان ما عشفت واحد بين مو مهم. كلها كلينيكال كيسز يعني حالات براكتيكال نحتاجها بحياتنا العمليه واليوميه. السؤال الثالث why is the skin around the ankle is wrinkled ليش مجعد؟ متوقع انه كان عندها هارت فيلر اوديما ليج سوالينج اخذت دايرتكس صار عندها رينكلينج صار ديهايدريشن عندها فوميتنج ودايرتك هم تاخذ من صار ديهايدريشن وكانت اوديما وفشت مثل ما نقول بالعاميه دكتور رجلي فشت كانت مرمه يصير بيها تجاعيد اكثر. مو سؤال مو كلش مهم بس انديكيت سمثينج. النقطه الرابعه يقول ار هير صوديوم اند بوتاسيوم what you would expect them to be suggest and explain for her electrolyte result يعني ليش هالبوتاسيوم الصوديوم العفو له بوتاسيوم تقريبا نورمال رغم ان عندها سيفير رينال امبيرمنت او رينال شت داون. نتوقع من الادويه اللي تاخذها لازكس اللوب دايرتكس اللوب دايرتكس اللي موجود بالادويه مالته يقلل الصوديوم ويقلل البوتاسيوم ايضا فنتوقع من عندها يعني من الدايرتكس يوز. اضافه الى شيء اخر غير الدايرتكس يوز هو عندها دياريا والدياريا تفقد المريض يفقد بوتاسيوم بالدياريا فممكن البوتاسيوم يقل بسبب الدياريا مالته اضافه الى مساله الدايرتكس اللي تستعملها المدررات اللي تستعملها. اعتقد النقطه وصلنا النقطة الخامسه. نقطه يقول لك شنو الانفستيجيشن الاخرى؟ هو كارينال فانكشن مسوي لها الناس. النقطه الاخرى اللي اسوي لها والله مريضه هارت فيلر وسكيميا يعني على الاقل اسوي لها اي سي جي اشوف قلبه خاف بيفد شيء جديد ام اي جديده سكيميا جديده زين عيني. ايضا اكس راي اشوف بالمونر اوديما اشوف كاردياك سايز بلورال فيوجن خاف عندها يعني اشوف تشيست انفكشن فتشيست اكس راي ايضا مفيده لهي المريضه. وكذلك يورين اكزامينيشن جنرال يورين اكزامينيشن اللي يكون وياها ايضا دياريا العفو يو تي اي يورينر تراكت انفكشن ايضا مهم. حتى الجنرال ستول جنرال ستول ايضا يفيدني جوست تطلع دياريا انفكشوال دياريا او تطلع مثلا بروتوزوال انفكشن ممكن يفيدني الجنرال ستول اكزامينيشن والجنرال يورين اكزامينيشن وما ننسى الاي سي جي هذا للفيرثر انفستيجيشن. اما المونيتورنج فنستمر بالمونيتورنج مالت المريضه كفايتال ساين كسيرم الكترولايت رينال فانكشن ديلي طبعا رينال فانكشن تيست اي سي جي نعيده يوميا. النقطة السادسة يقول what would be your initial management of this patient? Are there any particular precaution in this case? How would you minimize minimize شنو the من تكملتها minimize the defect minimize what أدرنا minimize خلينا نقول the risk أو minimize the injury أو renal injury أعتقد هذا قصده لأن ما طلع عندي تكملة السؤال. Yes, risk of harm. بالضبط. Minimize the risk of harm or minimize the risk of injury of the kidney and other.
طبعا اهم شيء الفلويد كوركشن، مريضه عندها دي هايدريشن وماخذه لازكس وعندها هايبوبيرفيوجن وبوسترال هايبوتنشن، فنحاول نرجع البلد فوليوم وذ ايزوتونيك سلاين، ممكن من الهايبرتونيك ايزوتونيك سلاين اللي هو شاع استعمال نقول نورمال سلاين، عندنا ابو ال 44.4% هذا هايبوتونيك سلاين، واكو الهايبرتونيك سلاين قليل استعماله اللي هو 2%، واكو اكو ايزوتونيك سلاين نورمال سلاين نصيح له اللي هو 0.9 تركيزه 0.9%. الادويه اللي ممكن تزيد من الهايبوبيرفيوجن للكدني نوقفها الى ان تصلح الكدني. ايش عندنا؟ عندنا الانجيوتنسين كونفرتيك انزيم انهبيتر بهالحاله لازم اوقفه، الاسبرين احاول اوقفه، فلويد وذ طبعا سمول فوليوم اوف فلويد وذ مونيتورينج اوف بولمونري ويج بريشر، هذا مهم جدا لان هنا من الطفل وجاي الطفل وده خاف باي لحظه المريضه تحول من هايبوفوليميا او فلويد ديبليشن الى بولمونري اوديما بسبب وجود الهارت فيلر، فهنا بولمونري ويج بريشر مونيتورينج از فيري امبورتنت حتى نتجنب البولمونري كونجستشن. السؤال الثاني لو بعد عندنا شيء تسأل السؤال الثاني. نعم يس السؤال الثاني، السؤال الثاني مصطفى تقدر تقرأ لنا اياه؟ قرأ لنا اياه السؤال الثاني. تسمعنا مصطفى؟ من موجود يقرأ لنا اياه غير مصطفى؟ مصطفى محمد عليوي او اي واحد من عندكم يقدر يقرا السؤال؟ يا نعم اقرأ لنا هذا السؤال ابو 50 years old man. yes. لا العفو هذا يس يس كون نعم
يس زين. نعم السؤال الأول 9 10 مو السؤال الأول علي. اوكي يلا ايه السؤال الأول what is the patient's extracellular fluid volume status, give your reasoning. يعني تشوف المريضة المريضة dehydrated تشوفه لو overload fluid overload عدل لو dehydrated المريضة. يعني decrease the extracellular fluid تمام. سبب وجود infection anorexia والpatient cannot take too much or enough amount of fluid, ما تاكل ولا تشرب فترة كميات كافية من الأكل والشرب سبب الinfection. طبعا يمكن عندها يورين examination مو حاشي قلت عليها مو اليورين يورين. اوكي اذا يورين ديبستيك مبين عندها بروتين وعندها بلاد وعندها ليوكوسايت ونايتريت كلها علامات شنو علامات UTI مو يورينري تراكت انفكشن صحيح يورينري تراكت انفكشن. اذا المريضة يقول what are the abnormality in the blood result, هايبركاليميا عندها مو تمام, عندها elevated renal function يعني renal impairment, كرياتينين ويوريا صاعدات, عندها blood sugar elevated hyperglycemia, عندها metabolic acidosis من البايكربونات low level of bicarbonate يدل على وجود metabolic acidosis. السؤال واضح هذا تصفيط يعني من السؤال تطلع abnormal result. urine dipstick حكينا على urine dipstick infection, وجود نايترات يوريا يدل على وجود coliform bacteria والبقية كل تدل على وجود inflammation وinfection بالموضوع الليوكوسايد وغيرها. السؤال 12 يعني هسه حصلنا انه الكترولايت ديستربنس رينال امبيرمنت ميتابوليك اسيدوسيس ويورينال تراكت انفكشن, منين حصلناها من الانفستيجيشن اللي مسويها للمريضه او للمريض. Would you suspect a pre-renal disease in this case, يعني تتوقع اكو ديهايدريشن وسوت لي pre-renal acute renal shutdown اكو اليمنت بهيش موضوع؟ نعم وين كان اكو يورينري تراكت انفكشن, هو اليورينري تراكت انفكشن والفيفر والانوركسيا ممكن سوت لي ديكومبنسيشن اوف ذا رينال بيرفيوجن وقللت لي من الرينال بيرفيوجن وسوت لي بري رينال كوز. سو ذير از سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم من الفيفر وهذا يدل على الهل سيستميك انفلاميشن, وجود فيفر وجود تاكيكارديا وجود ليوكوسايتوزس بالوايت بي سي اليفيشن. هذا الانفكشن اللي شفناه اوف كوليفورم بكتيريا مع وجود هايبوتينشن كله يدل على وجود سيفير انفكشن سبسيس, هذا كله ادى الى نقصان البلد سبلاي هايبوتينشن وقلل الرينال بيرفيوجن وسوى لي بري رينال اكيوت رينال شت داون بالتاكيد. Would you suspect intrinsic kidney injury in this case, explain your thinking. يعني هسه احنا بري رينال ثبتنا قلنا اكو سبسيس واكو هايبوتينشن وقلل بيرفيوجن مال كيدني منطقي حكي, لكن ممكن اكو عامل اخر غير البري رينال انترا رينال كوز دمج للكدني مباشره سوالي او زيد لي الاكيوت رينال انجري, ممكن هذا الشيء وارد لان هذا اللوين بين العد المريض يدل على دايركت انفكشن مو سيستميك انفكشن. السيستماتيك انفكشن او السبسس بشكل عام سوالي الانفلاماتوري ريسبونس والهايبوتينشن والانوركسيا وسوالي ديهايدريشن وهايبوتينشن صح, لكن اكو احتمال فد عامل اخر ايضا يزيد الموضوع وهو اللوين بين عند هذا المريض. هذا اللوين يخليني اشك انه دايركت انفكشن اوف كيدني دامج دايركت دامج اوف ذا كيدني بين قوسين بايلونفرايتس من اللوين بين مع الفيفر مع النيتريوريا جنرال يورين اكزامينشن او الديبستيك مال يورين كوليفورم بكتيريال انفكشن مع وجود ادويه تزيد الدايركت رينال دامج مثل جماعه الرامبريل وغيرها. هذا النكلين ممكن يسبب للدايركت رينال دامج إضافة إلى البري رينال أكيوت رينال دامج. وأيضا الرامبريل لا ننسى قبل شوي حكينا يقلل أيضا من الرينال بيرفيوشن. الرامبريل أو الأي سي إنهيبيتر يزيد من الرينال هايبو بيرفيوشن يزيد من الرينال هايبو بيرفيوشن. فننتقل إلى السؤال 14. لحد الآن أكو شيء ما واضح بالأسئلة؟ نعبر للنقطة 14 زين.
يقول what the contributing to the hyperkalemia in this patient, what else do you need to measure in this patient, which other mechanism can affect potassium movement in and out of the cells. طبعا عده هواي امور. هو renal impairment, renal impairment نتوقع عاده مو دائما, عاده نتوقع بابل رينال اكيوت رينال امبيرمنت يصير عندهم هايبر كاليميا, يزيد البوتاسيوم. اسباب كثيره من ضمنها ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس شفت البوتاسيوم من داخل الخليه تو اكسترا سيلولر خارج الخليه. هذه نقطه. الاي سي انهبيتر اللي يستعمل الدرج اي سي انهبيتر من ضمن السايد افكت اللي عرفناه يسوي له هايبر كاليميا. فهنا ذني رينال دامج, هم الاكسكريشن مال كدني يقل والسكريشن مال البوتاسيوم العفو يقل, وبالتالي راح يصير ايضا عامل ثالث يسوي لي هايبركاليميا. فكلايك ذني يسوي لي هايبركاليميا. من علاجك المباشر لهذا المريض شلون تسوي له مونيتورينج, وات مانجمنت وود نيد تو فولو اف ايميديت ستيب دو نوت امبروف ان ذس كونديشن. ايميديت مانجمنت, الايميديت مانجمنت طبعا انتبايتك كلش مهم, ولازم اختار انتبايتك قدر الامكان ما يكون نفروتوكسيك انتبايتك, بس مهم جدا اقضي على السبسس, ومهم جدا اسوي ريهايدريشن بالاي في فلويد, ذن مهمات جدا للمريض. بقى المونيتورنج, مونيتورنج عدي البلد شوجر مهم جدا, الفايتال ساين مونيتورنج جدا مهم للمريض اللي هو عنده خلل بالفايتال ساينز. قد احتاج المريض انا اسوي له كاردياك مونيتورنج اي سي جي وغيرها, مونيتورنج اوف فلويد, خاف يصير اوفرلود او ديهايدريشن لو مودي, يورين اوتبوت مونيتورنج كلش مهم للمريض, اوليجيوريك يورين اوتبوت قليل فمونيتورنج اوف ذا يورين اوتبوت, والكترولايت مونيتورنج وخاصه البوتاسيوم. زين مريض اسيدوسيس بقت عنده ميتابوليك اسيدوسيس وهايبر كليمه ما صلحت, ممكن اعطي صوديوم بايكارب سبلمنتيشن انترافينوسلي بطريقه معينه تستعمل الصوديوم بايكارب. ما ادري وين وصلنا هسه, نقطه 15 خلصناها جيد. نقطة 15 كملت اعتقد السؤال الثالث. السؤال الثالث بثلاث اسئلة جيد مختصرة هسه على السريع نخلصهم, بس نشوف ان طالب يقرا لنا اياهم. السؤال الاخير هذا اذا يريد واحد يرفع ايده بدون احراج, يعني اذا واحد يرفع ايده او يريد يقرا السؤال من الطالبات او الطلاب غير مصطفى. مصطفى محمد قرا لنا سؤال. اوكي زين نختار لنا واحد ونشوف. زهراء مثلا, زهراء او اي زهراء عماد جاسم قدرين تقرين بابا السؤال؟ آيات, آيات قيس كريم قدرين تقرين السؤال؟ آيات آيات قيس كريم وزهراء عماد. بابا اثنينات شن تقرن السؤال؟ كل واحدة عليها جزء من السؤال. السلام عليكم. تفضلي آيات قرينا الجزء الأول من السؤال. عليكم السلام. A 65 years old woman present with a 4-week history of fever, malaise and generalized aches and pains. She has lost kilogram of weight in that time. Despite the weight loss, her ankles have become swollen. She has taken her temperature at home and it has been 38 to 38.5 CDZ on and off for the last 2 weeks. Three days ago, she developed a painless rash on her arms and legs. Yesterday, she noticed her urine to be dark brown, and she only passed urine twice in 24 hours. She has no significant past medical history.
She is not known to be hypertensive or diabetic. Family history, a remarkable no renal disease, diabetes, or hypertension. Good. On examination, her temperature is 38, Cilici pulse is 100, and the blood pressure 145 on 84. Yes, okay. Her jingle. JVB normal, heart sound normal. JVB normal. عدا crepitation أو crackle على lung basis. يعني عدا فد fluid overload باللنج. من خلينا السماع على the basis of the lung أكو فد سمعنا يعني crepitation قرطعة أو فد crackles على the basis of the lung. تدل على أنه احتمال عدا pulmonary edema, early pulmonary edema, عدا فد lung fluid overload in the lung احتمال. يعني جاي تعطينا فيتشر مال هارت فيلر كانه. She has bilateral اكمل اني شكرا جزيلا. She has bilateral edema to the mid shin. Bilateral beating edema الظاهر ايضا تمشي ايضا ويا الهارت بروبلم احتمال. احتمال بعدنا ما متاكدين. She also has an raised eruption on the lower limbs يعني اكو skin rash. Some lesion have an ulcerated center. الانفستيجيشن اللي سووه هي skin rash صوديوم طبيعي نورمال البوتاسيوم نورمال اليوريا از ريزد سيجنيفيكانت 32 ملي مول بير لتر فيري هاي كرياتينين ايضا سيجنيفيكانت ريز 450 كلش عالي المايكرو مول بير لتر نورمالي اب تو 120 بايكربونات يعني لور نورمال احتمال يعني مايلد اسيدوسيس تو نورمال خلينا نقول ميتابوليك اسيد تو نورمال وايت بلاد سيل فيري هاي وهذا يخليني اشك بالانفكشن مع وجود الفيفر مع وجود الاسكن راش تمام خلي ببالي الانفكشن اضافة لأسباب اخرى وايت بلاد سيل 14000 ايضا مرتفعة هيموغلوبين از لو بليتليت كاونت از نورمال يعني بون مرو مو شغال من ناحية البليتليت كاونت فورا ما كملت هاي المريضة خليت ببالي شغلتين اسكن راش فيفر ماليز بيزل كراكلز عندها اوديما يعني مخلي ببالي التلناو الانفلاماتوري بروسيس سواء infection أو other cause of inflammatory process. أكو فد inflammation يعني inflammatory response. فالسؤال على هذا الموضوع يقول what the pathological process is the most likely explanation of this acute illness? What other process should be in the differential diagnosis and need to be rolled out? والله أنا ببالي هسه لحد الآن ولبالكم اتفقنا عليه أنه أكو inflammatory process. أكو inflammation بالموضوع. هسا هذا الانفلاميشن واحد منكم يقول انفكشن واقبل من عند الانفكشن قسم من انواع الانفكشن يسوي لي سكن راش واحد ثاني من عندكم يقول دكتور زين ممكن مو انفكشن هاي المريضه الفيميل عندها فاسكولايتس عندها انفلاماتوري كونديشن وهذا الانفلاماتوري كونديشن ممكن يجي للمريض ايضا فيفر وايضا يجي سكن راش واثنينات المقبولات سواء اوتو اميون ديسوردرز اميون بروسيس مثل SLE systemic lupus erythematosus vasculitis بأنواعها أو لا المريضة infection صارت وجاتني أيضا skin rash وinfection fever وleukocytosis وغيرها واثنينات المقبولات ممكن نقول immunological renal impairment أو renal injury والexplanation ثاني severe serious infection affect inflammatory response مثل الكيس اللي شفناه قبل شوي كسبسس والسبسس سوالي renal impairment السؤال اللي وراه 17 what are the three most likely causes for the changes of she has noticed in her urine يعني ليش هاللون تغير الادرار مالتها اصبح لونه سموكي ريد ان كلر والله الفاسكولايتس هي بشكل عام ممكن يسوي لي ريد كلر يورين حتى يصير ما يسمى بالار بي سي كاست بالجلوميرولونفرايتس على سبيل المثال يصير عندنا ما يسمى بالار بي سي كاست ويطلع عندي هيماتوريا فهذا الريد كلر يورين ممكن من علامات جلوميرولونفرايتس نفروتيك سيندروم فاسكولايتس كل هذن الاميونولوجيكال ديسوردر يسوي لي هاد تشينج ان ذا كلر اوف يورين زين ذا موست امبورتنت سؤال 18 موست امبورتنت ايميديت تيست از يورين ديبستيك وات دو يو اكسبكت ات تو شو قبل شوي حكينا على الفاسكولايتس والسيستم كلوبوس ارثماتوسس واحتمال مخلين ببالنا نفروتيك سيندروم فيفيدني يطلع لي بروتين اكو لولع باليورين ديبستيك خاص يطلع لي اكو بروتين لولع فدرف مثل طريقه ما نقول دقيقه لكن رف مثل تعطيني كلو اباوت بريزنس
of protein. فبروتينوريا مهمة ذلكيته. هيماتوريا أيضا ممكن دبستيك خاصة كبلط. وقلنا قبل شوية RBC كاست بعدين نشوفه ونتأكد موجودة لا، بس وجود RBC هيماتوريا مهم، وجود بروتينوريا مهم، وجود وايت بي سي كلهن ذني مهمات. ليوكوسايت أيضا بالدبستيك يعطيني هالريزولتس، يعطيني كلو about abnormality in the urine. يقول urine dipstick is as you expect, which results suggest that infection is possible diagnosis. إيش تتوقع؟ طبعاً وجود اليوكوسايت باليورين يعني باص أو اليوكوسايت باليورين أتوقع وجود infection, urinary tract infection, ومسوي لي جزء renal impairment أو فد شيء ثاني. Which test would you do to investigate whether there is possible infection? Result suggesting an infection is possible. قلنا leukocyte بال white BC. Leukocyte العفو أو white BC in the urine is important. Urine culture والmicroscopical study تعطيني معلومات أدق وأكثر فائدة. More informative. يعني عملية الدبستيك فد شيء بسيط. يعطيني كلو. يعطيني بروتين موجود لو لا. RBC موجود لو لا. Leukocyte موجودة لو لا. More informative test, microscopical study. The microscopical study of urinary vasculitis mainly RBC cast. زين granular cast. هاي الكاست مهمة جدا. Fragmented RBC هم يراويني إياها. ويراويني نقاط أخرى بالmicroscopical study. بعد مدام شكيت بالinfection و serious infection, pyelonephritis احتمال أو serious infection, urine culture يصبح indicated. فالurine culture بعد مو بس يعطيني وجود infection فقط. يعطيني الانفكشن ويثبت لي وجود بكتيريا من ضمن الانفكشن بكتيريا، ويعطيني نوع البكتيريا، وممكن يعطيني معلومه بعد اضافيه انه شنو الافضل انتيبايوتكس المضادات الحيويه تشتغل على هذا النوع من البكتيريا. ففي فوائد كثيره لليورين كلتشر. 19 يمكن خلصنا. السؤال العشرين: assume infection has been excluded from investigation, which immune disease would you consider? كنا احنا فاسكولايتس بشكل عام، ما نطب بتفاصيله، ماني فاسكولايتس كان افكت ذا كيدني، ويجيني المريض ايضا اكوت رينال شت داون او اكوت اون كرونيك رينال شت داون او سب اكوت رينال شت داون، وياها فيفر، وياها ارثرالجيا مرات جوينت انفولفمنت، وياها هيماتوريا وبروتينوريا ذن الفيتشر، يجوز واصل مرحله النفروتيك سيندروم، وياها فيفر قلناها. فهاي الفيتشر من فيفر، من رينال شت داون، من فاسكولا، من سكين راش، كلها علامات فاسكولايتس. هسه انواع الاوتو اميون فاسكولايتس شنو؟ قد يكون جزء من الاس ال اي سيستميك لوبس اريثماتوسس، قد يكون مايكروسكوبيكال فاسكولايتس، وقد تكون اذر فورم اوف ذا فاسكولايتس الموجوده عندنا اللي افكت ذا كيدني. فوجود سكين راش مع رينال شت داون مع الفيفر خلينا بخانه الانفلاماتوري ريسبونس تو انفكشن، والاحتمال الاخر هو الانفلاميشن الكونكتيف تشو او الاوتو اميون ديزيز مثل ما قلنا الفاسكولايتس مايكروسكوبيك وغيرها، ولا كان سيستميك لوبس اريثماتوسس وغيرها من انواع الفاسكولايتس. بعد عندك سؤال؟ إذا أحد يعني عنده سؤال يحب يتفضل أو يرفع إيده أو يدز لنا رسالة قبل أن نغلق المحاضرة ونكملها. بالنسبة للسلايد اللي سألتوا عليه راح أدز لكم المحاضرة بيها سلايد واحد إن شاء الله، اللي هو سلايد الديفينيشن أوف أكيوت رينال إنجري. أكو تو جايد لاين ذاكر لكم إياها بالمحاضرة، تو جايد لاين ثنين مقبولات معتمدات، بس لأن بين فرق خلينا نعتمد على واحد من الجايد لاينز، اعتمدت على الموجود عندكم بالوك جروب والاول حذفنا، يعني ما تغيرت شيء بالمحاضره. اذا ما حد عنده سؤال تقدرون تتفضلوا.